الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عرفنا بك حق التعريف؟ أن تفهم قرآنك وحديثك القدسية وسيرة أنبيائك الكرام عليهم الصلاة والسلام وأحاديث أبيك صحيحة ولا غير. والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الأولى أما يسألونك يا ولد عدة مرات وعدة مرسيات، ويسألونك عن الأهل، يسألونك عن الحي، يسألونك عن كذا، ماذا يمكن، ولا يسألونك عن القضية شخصية معينة في التاريخ. ربي نصر عبده عليه الصلاة والسلام بهذه الجوانب المضيئة في حياة الأمم. سأبقى عليكم، سأبقى عليكم منه ذكرى. من هو؟ من ولي ماشينا بيئة تاريخه؟ ذكرى، أي ذكر لا الذين يذكروا إلى الحقيقة، ليس من الشاهدين لباطل أو بوهم. ماشي، نعم الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، لهذا تعلموا وعرفوك لأن ربي يلي هو كلام الله وأما الشهادة. بس ولي كراخة بالسعي الفهم ويولي روح يفهم ولا يفهم العكس ذلك، أتمنى خوف من الدار الإسلامي بعجب. هؤلاء يحضرون غضب الرحمن لأن أحد شيء لا ينفع لأمر الرحمن، هو عليم بذات الصدق ويعلم السر والأخلاق. فإحنا الله إنه يمكر بكم وأنتم لا تعلمون، فيمكر ويمكر الله، والله خير المكر والسحر.